فانا ماني جيت اطلع العوامل اللي بناخذها بعين الاعتبار مثلا باور او تورك. يعني هل بدي الابلكيشن تبعي بده تورك عالي ولا تورك منخفض؟ وخلينا نحط هون المحركات اللي ذكرناها. فعندي مثلا هون ستيبر موتور. ستيبر موتور اذا متذكرين كان من سبيشال تايبس، سبيشال تايبس اوف موتورز. بعدين عندي سيرفو موتور. السيرفو موتور هو محرك بيجي مع الدرايف تبعه مع الفيدباك تبعه جاهز، بيجي مع كنترولر ومع درايف. كمان في عندنا اي سي سكويرل كيج اندكشن موتور، برشت دي سي موتور، بيرمننت ماجنت. بعدين عندي واوند روتر اندكشن موتور، هذا مستخدم عادة في الويند تيرباينز. هذا هو راح يطلع الباور تورك. ايز اوف كنترول سهولة التحكم فيه، وبعدين ريكوايرمنت فور فيدباك. هلا هون اذا بنطلع ستيبر موتور عادة لو باور وتورك، ما في تطبيقات. اذا بدي تطبيق فيه ميديوم هاي باور ما بستخدم ستيبر موتور، بروح على اي سي. السيرفو موتور كمان عادة دكتور الاستيبر التورك في عالي بيجي، يعني مرات حاولت اعطيه ال 12 فولت بتاعته بس ما امسكه من بايدي. تمام، بس انت بتحكي التورك اللي انت بتحطه بايدك نسبيا للتطبيقات الصناعيه العامه قليل. انا عمالي بحكي مثلا تروح ترفع سياره، بقدرش ارفع سياره، اوكي؟ اما هو تورك بالنسبه لك عالي طبعا، بس عاده نعتبره هذا يعني بالنيوتن متر، 5 نيوتن متر، 10 نيوتن متر بس ماكسيمم اكبر ستيبر موتور. بس هون انا بقدر اوصل 200 300 نيوتن متر بالمحركات الكبيره. بالنسبه للاي سي سكور اي سي هاي بقدر اجيب منه هاي تورك. كمان هون البرش دي سي موتور من لو لميديوم، في بعض احجام تعطيني. والواوند روتر اندكشن موتور هاي. هلا البوزيشننج اكيورسي عادة هذا ما بستخدمه للبوزيشننج اكيورسي، ولا هذا بستخدمه للبوزيشننج اكيورسي، فهذا هون راح نعتبره بور، هذا جود، هذا اكسلنت. إذا نطلع هون، إذا أنا بدي جود بوزيشننج اكيورسي، بدي شيء يتحكم بشكل دقيق في مكان معين ويوقف في مكان معين، أحسن محرك والسيرفو موتور بيجي مع الفيدباك تبعه وبيجي مع الكنترول تبعته. الستيبر موتور جود، بس لاحظوا ستيبر موتور ما فيش فيه فيدباك، فانا بعتمد بعطيه بلسز وبتوقع انه يمشي على البلسز اللي انا اعطيته اياها، فما راح يكون زي السيرفو موتور. الاي سي سكورل كيج اندكشن موتور بور لازم نضيف شافت انكودر. ماست اد راح احط هون بس شافت. سؤال هسه الستيبر بيجي اسرع من السيرفو صح؟ ممكن الاثنين يجيب سرعه، ممكن يجيب سرعه عاليه بالستيبر كمان. بس عاده الستيبر موتور محدود بالسرعه، في سرعات معينه بقدرش ازيد عنها. إذا زدت عدد البلسز بطل يتجاوب معه. برش دي سي موتور كمان نفس الشيء، بور ماست اد فيدباك.
والواند روتر اندكشن موتور كمان بور ما بستخدم الواند روتر اندكشن موتور اصلا. احنا الواند روتر اندكشن موتور وين راح نستخدمه الان؟ بطلنا نستخدمه كمحرك بنستخدمه كجنريتر. عندنا الايز اوف كنترول هذا ميديوم. هون بدي كنترولرز، بدي كنترول خاصة، هذا ايزي اني اتحكم فيه بس بغير الفولتج، وهذا هون ميديوم. هلا هون ما عندي ريكوايرمنت للفيدباك، عادة الستيبر موتور بستخدمه بدون فيدباك، بعطيه انا بلصته بتحرك، إذا نو ريكوايرمنت. هذا هون انكلودد، ايش يعني انكلودد؟ يعني انكلودد موجود فيه، بيجي هو جزء منه. لما بشتري سيرفو موتور باي ديفينيشن، بس احكي كلمه سيرفو موتور مفهوم انه هذا بيجي معاه الكنترولر والفيدباك، هذا هون ماست بي ادد. ايش نوع الفيدباك اللي ممكن نستخدمه؟ ايش ممكن الفيدباك اللي اضيفه؟ شافت انكودر. شافت انكودر، نوعين من الشافت انكودر ايش هم؟ انكريمنتال والثاني ابسولوت. ابسولوت وانكريمنتال. الانكريمنتال بستعمله للسرعه والابسولوت بستعمله للبوزيشن. must be added. must be added. تمام هيك هاي بالنسبه للشارت. هلا في عندنا السيرفو موتورز نوعين، خلينا نحط هذه هون كلمه السيرفو موتورز. سيرفو عشان ما تلخبطوا بكلمه سيرفو موتور لما تسمعوها. في نوعين من السيرفو موتور، في اي سي سيرفو موتور، هذا يستخدم في التطبيقات الصناعيه. Used in precise position, positioning, speed applications, industrial applications. في شيء اسمه الدي سي سيرفو موتور، هذا صغير جدا، هذا يستخدم في الالعاب. اذا دي سي يوزد ان تويز هوبي سيستمز زي سمول بلينز. عمركم شفتوا العاب الاطفال تكون فيها بتحرك دفه او شيبس؟ هذا لا يصلح للتطبيقات الصناعية، هذا الأشياء الألعاب الصغيرة، هذا يستعمل في الصناعة. كمان في عندنا هون، خلينا نحط هون، راح أحط ستار وستار هاي. ممكن نستخدم شافت انكودر النوعين انكريمنتال for speed feedback و absolute for ايش؟ position feedback. تمام ماشي يا شباب.